عشان كده تعالوا نشوف الرد بتاع الدكتور احمد حسني اللي بناء عليه فضيلة الامام الاكبر اقاله وبشكل حاسم علشان الرسالة تصل للجميع. نحن نريد ازهرنا القوي المحافظ عن هوية صحيح الدين. مصر هي دولة هوية الدين. خلونا نسمعه. طبعا بالنسبة لموضوع اسلام بحيري، راجل صاحب برنامج فله التأثير الأكثر بالنسبة للناس العامية الذين لا يريدون الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، وأن ما كان يقوله في برنامجه طبعا هو فيه ازدراء للأديان، وهو يقول غير الحقيقة، لأن عندما يتهجم على فقهاء المذاهب الإسلامية الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، أين هو من هؤلاء يعني الذين وضعوا الأسس والقواعد بالنسبة للفقه الإسلامي؟ يعني عندما يكذب الإمام أبي حنيفة أو عندما يقوم بتكذيب الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل، إلى أي درجة وصل هذا السفه من هذا الرجل؟ ده أنا هذا الكلام لا يمكن أن أقول أنه مرتد، ارتد به عن الإسلام.